كل مدرج بدمائه قسماً بتراب الأرض ممزوجاً دماً، قسماً بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. كشفت مصادر دبلوماسية في باريس أن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي تعمل على إثبات استخدام سوريا لسلاح كيميائي ضد مسلحي المعارضة أنشأت لهذه الغاية لجنة فنية لفحص الأدلة المتوفرة بين يديها برئاسة قاض إيطالي عينته الأمم المتحدة في هذا المنصب. وتضيف المصادر أنه وفور بدء اللجنة الفنية بتفحص الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود ومعاينة التوثيقات المصورة، بالإضافة إلى تحليل نتائج عينات التربة التي استقدمت من سوريا، تبين لهذه اللجنة الأممية بأن استخدام غاز السارين قد حصل فعلياً من طرف ما يسمى جبهة النصرة. وتضيف المصادر أن عضوين أمريكيين في لجنة حقوق الإنسان التي تشرف على عمل اللجنة الفنية حاولا الضغط لتمييع هذا الاستنتاج، لكن القاضي الإيطالي كان لهم بالمرصاد ورفض رفضاً قاطعاً محاولة التعتيم على نتائج التحقيق الذي توصلت إليه اللجنة التي يرأسها. وتكشف المصادر أن ضابطين قطريين تابعين لجهاز استخبارات هذا البلد أشرفا على نقل كميات من هذا الغاز الذي تم شراؤه من إحدى الدول سابقاً، وتم نقله عبر طائرة قطرية خاصة إلى تركيا حيث تولت الاستخبارات التركية المهمة، وذلك في محاولة لاتهام الجيش العربي السوري وبالتالي السيطرة عليه، الأمر الذي ما عاد لهم الجرأة الكافية للحلم به. قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسماً بذاك ونحن الصادقون.